حبيت أوريكم كيف الناس قاعدين يمشوا على الكورنيش في جدة. أنا جاية أستريح قبل ما أنزل مكة. ما شاء الله تبارك الله عليهم. لا، في واحد بيسوي بايسيكل كمان، شايفينه؟ هذا اللبس أصفر، ما شاء الله تبارك الله. قاعدين، لو اني حنزل اسوي عمرة ومريضة فابى استجمع قوايا شوية، ولا كنت نزلت معاهم. المنظر رهيب والجو رائع ومرة كويس. الكبير لما تعمل اكسرسايز قبل الفطور وتكون صايم 15 ساعة وصاحي بدري، فجسمك بيستنفذ كمية دهون وينظف الكبد بطريقة رهيبة. طبعا معظمهم رجال، لانه الستات قاعدين في البيوت بيحضروا الاكل. لا ستات، لا تحضروا اكل مرة كتير، اكل شوية واستفيد من وقتكم بالأذكار والقرآن والرياضة. وخذوا هذا الشهر مو يعني فرصة للعزايم، لكن فرصة للديتوكس، التنظيف للبدن، الديتوكس، وتملوا في نفس الوقت نفسكم بالروحانيات، التراويح، إنكم تقروا قرآن، إنكم تهدوا شوية. مفروض الحياة تبطئ شوية في رمضان، والناس يدخلوا إلى داخلهم، إلى جواتهم، ويفكروا ويتأملوا. وإحنا جماعات عائلية وخرجات في الفطور والسحور وتسوق وتغيير البيت وملابس العيد too much. وطبعا لما تخرجي لازم تتمكيجي ولازم تتلبسي ولازم تتشيكي. فبدل ما الحياة إنها تبطئ وتعطيكي فرصة إنك تعملي ريبوت، تلاقي الشهر مر وإنتي لسه تعبانة، بس على آخر 10 أيام تبدأ شوية تنتبهي لنفسك. وهذا مرة قليل، تحتاجي 30 يوم مو 10. وحتى لو نفسيتكم زي تعبانة انكم ما بتنقصوا، لكن المهم برضو انه ننظف جسمنا من السكر والكربوهيدرات. هذه مرة سموم ترى، يعني حتى التمر تاخدي حبة حبتين، مو 4 5، وفي طحينة وبلوز ودبس رمان ومدري ايش. ودي الاشياء، مشكلتي انه انا بسوي دي كل الاشياء وبقلل في الكربوهيدرات وبعمل اكسرسايز وبرضو ما بينقص وزني. ايش اسوي اكثر من كده؟ مرة حلو، الناس متمركزين وجايبين كراسي وطاولات وفارشين حتى عشان يفطروا على غروب الشمس في الكورنيش.